السلام عليكم ومرحبا بكم في ملخص الحلقة الثانية من الأنمي الجديد الذي سوف أضع اسمه في الوصف. ولو أعجبتكم الحلقة فجروا اللايك والاشتراك لتتوصلوا بكل الملخصات القادمة، وأهم شيء صلوا على الحبيب. ويلا بينا، ريوتو ذهب للمدرسة وكان يفكر في أنه بدأ مواعدة رونا، لكنه لحد الآن لازال مهووس بالألعاب وممل. وبعدها جاءته رسالة من رونا قالت له أنه غلبها النوم لهذا سوف تتأخر، لكن هو لم يعرف كيف سوف يرد عليها. وكتب لها أن عليها أن تقود الدراجة إلى محطة، ولو أسرعت قليلا فسوف تصل في الفترة الأولى. هي قرأت الرسالة وردت عليه برد لطيف جدا، ووقع ذلك الرد كنقطة عسل في قلبه، ولم يعرف أن يرد عليها لأنه لم يتلقى رسالة بهذا اللطف من قبل. بعدها دخل الفصل وبدأ ينتظر وصولها، وبالفعل استطاعت أن تصل ودخلت وجلست في مكانها ونظرت له بنظرة أمام كل الطلاب، جعلته يشعر بالماء البارد يجري في عروقه. بعدها لما انتهت الحصة ذهب لسطح المدرسة هو وصديقه وأخبرهم بما حصل، وهم كانوا متفاجئين جدا لأنه ذهب لبيتها، وكانوا يسألونه بما أنه ذهب معها للبيت هل هذا يعني أنهم عملوا الهوكي بوكي، ليقول لهم أنه كانوا قريبين من فعلها وهي كانت تريد فعلها، لكن هو لم يفعل ذلك. هم تفاجئوا لأنه لم يفعل أي شيء، ليقول لهم أنه لم يكن مستعد، ليقول له أنه كان يجب أن يكون مستعد، فتلك هي أساسية الرجال عندهم، ليقول لهم أنه لم يكن مستعد من تلك الناحية، بل لم يكن مستعد من الجهة العاطفية، وهم تفاجؤوا أكثر بسبب السبب الذي منعه من عملها، بالإضافة إلى أنه لا يمتلك أي شعبية، وقام بتفويت فرصة مينا ليرد عليهم، هو أنه لو كانوا سوف يتواعدون لفترة فهو واثق من أنهم سوف يحصلون على فرصة أخرى لفعلها، ليقولوا له هل يظن حقا أن شخص مثله يستطيع مواعدة رونا، لأن خصمه هي رونا التي تتربى على عرش الثانوية، لهذا مواعدتها أشبه بنكتة بالنسبة للفتيان المهووسين مثلهم لأنها من الفتيات المحبوبات. فهو يتحدث عن فتاة فعلت كل شيء يمكنك أن تتخيله وتنتقل من رجل آخر، وهي الآن اختارت لمجرد نزوة من أجل ليلة ممتعة واحدة فقط، لهذا سوف تبدأ ألعبت به إذا بدأ يتصرف كحبيبها، سوف تجعله كلعبة في يدها. ليقول له صديقها الآخر لا يهم دعه يعيش حلمه قليلا، وهو كان يقول مع نفسه ربما هما محقان. وعندما عاد للفصل رونا جاءت عنده وقالت له لقد حلمت بك الليلة الماضية، ودخل غرفتها وأكلوا السوبة معا، لكن كل الفصل كانوا يتحدثون عنهم وأنه يتصرف بشكل غبي لأن رونا تتحدث معه. وصديقة رونا كانت تنظر له بنظرات مخيفة جدا، لهذا هو قال لرونا فليتحدثوا عن هذا لاحقا، لديه فرض منزلي لكي يقوم بها الآن. وهي تفاجأت من هذا الأمر. بعدها مرت الأيام وهي كانت تتحدث معه كثيرا في المدرسة وتلتصق به أينما ذهب، وهو كان يحب ذلك، لكنه في نفس الوقت كان الكل ينظر إليه نظرات حاقدة، لا سيما من جيارو صديقة رونا. بعدها هو تحدث مع رونا وسألها هل أخبرت أي أحد أنهما يتواعدان، لتقول له لقد أخبرت نيكول والتي هي جيارو واسمها الحقيقي يامانا، وهي صديقة رونا من السنة الأولى. وهو تفاجأ من هذا الأمر وفهم لماذا هي ترمقه بتلك النظرات، لتسأل رونا هل كان عليها أن تبقي الأمر سر، ليقول لها ليس كذلك، لكن عندما يتحدثون فهم يلفتون الأنظار لهم، لتسأل هي هل تريد مني أن أتوقف عن الحديث معك في المدرسة ونترك الأمر سر، ليقول لها أجل أظن أن ذلك سوف يكون في مصلحتنا، لهذا هي سألت متى يمكنها أن تتحدث إليه، ليقول لها في نهاية الأسبوع خارج المدرسة وفي مكان ما، ليقول هو مع نفسه أنه لا يمكن له أن يحتكر رونا لوحده في نهاية الأسبوع وذلك سوف يعتبر تجاوز للحدود، لتقول له هي هل أنت تقصد أن نخرج في موعد، وهو قال لها أن ذلك ما كان يقصده، وهي وافقت لكن لديها خطط يوم الأحد لهذا لن تستطيع أن تخرج معه، لكن هي متفرغة في يوم السبت، لهذا هو عندما عاد للمنزل دخل اليوتيوب وبدأ يبحث عن أماكن المواعدة وأشهر أماكن التي يمكن أن يذهب لها وكيف يختار الأماكن وماذا عليه أن يفعل في أول موعد له، والكثير من الأسئلة التي كانت تدور في عقله ويجب أن يجد لها الحل لأنه لم يخرج في أي موعد من قبل. أول موعد له سوف يكون مع رونا، لهذا يشعر أنه سوف يمرض، لكن تفاجأ من أن رونا تتصل به بالفيديو وهو كان يقول أنه لا يريد منها أن ترى الأشياء الغريبة التي في غرفته. بعدها قام بالرد عليها وبدأوا يتحدثون وذكرته بموعدهم يوم السبت، وهي سألته إلى أين سوف يذهبون في الموعد، ليقول لها بأن موعدهم الأول هل سوف يذهبون إلى السينما، لتسأل هي هل يحب الأفلام وأي نوع من الأفلام يحب، لكن هو في تلك اللحظة تجمد، قال أنه يذهب إلى السينما مرة واحدة في السنة وليس لديه أي أفكار عن الأفلام الحديثة، يعني ورط نفسه من الأخير. وهي سألته ماذا يريد أن يفعل لأنه هو من طلب منها أن تخرج معه،
ليقول لها أنه يريد أن يتعرف عليها أكثر. بعدها سألها ماذا تفعل هي في وقت فراغها، لأنه ليس لديه ما يفعله. لهذا فكر أنه يمكنه أن يرافقها للأماكن التي هي تريد أن تذهب إليها، لتقول له هي أنه لم يسألها حبيبها من قبل مثل هذا السؤال. لهذا هي غدا سوف تفعل شيء تحبه وسوف يتسكعون معا، وهو كان قلبه سوف يخرج من مكانه بسبب لطف رونا الغير متوقع. لكن السؤال الآن، ماذا تريد رونا أن يفعل غدا؟ وفي الغد ذهبوا للتسوق، وهو كان متفاجئ من جمالها، لأنه لم يرى رونا ترتدي ملابس عادية من قبل، فقط ملابس المدرسة. وليس هو فقط، بل كل من كان يراها كان يتفاجأ، وكانوا يظنون أنها عارضة أزياء. وهو قال أنها تلفت الأنظار أينما ذهبت، وهي في مستوى مختلف جدا عنه. بعدها بدأوا يتسوقون من متجر لمتجر لمتجر، وهو لم يكن يستطيع أن يجاريها. بعدها جلسوا في مقهى، وقالت له أنها تحب التسوق بالرغم من أنها تذهب لوحدها في بعض الأوقات، وسألت هل هو يستمتع بوقته أم هذا موعد ممل بالنسبة له. ليقول لها أنه يستمتع، لكن هي قالت له أنه كاذب، لأنه لم تره منتبه لأي شيء في المتجر التي زاروها. ليقول لها أنه لم يكن ذلك ممل على الإطلاق، لأنه كان منتبه لها وقد رأى الملابس التي تحبها، ولاحظ أنها تبدو ظريفة جدا، وعندما تكون سعيدة تصبح ملامحها أجمل بكثير. بعدها قال لها أن كلام هذا قد يبدو سخيف، لتسأل هي هل استمتعت لمجرد رؤيتي أتسوق. ليقول لها أنه يستمتع عندما يراها سعيدة، فذلك يجعله يشعر بالسعادة أيضا على ما يظن، وهي شعرت بالخجل بسبب ذلك. وكنت أريد أن أضع ميمز في هذه اللقطة، لكن ليس لدي ميمز. بعدها بدأوا يتبادلون تلك النظرات، وقالت له أنه فريد من نوعه، وهو كان يقول مع نفسه ما الذي سوف يفعلها الآن، هو يحب رونا حقا. فهي لطالما كانت تحظى باهتمامه، لكن بما أنهم يتوعدون الآن بدأ يقع في حبها أكثر وأكثر. بعدها رونا جاءتها مكالمة من نيكول، وهو كان يظن أن صديقتها سوف تقول لها ألا تخرج معه، ونظر حوله وقال أنه يظن بأنها لن تحبه. لهذه المخاوف التي لديه هي واقعية، وعندما عاد للمنزل كان يرسل لها رسائل لكنها لم تقرأها بعد، بالإضافة إلى أنها لم تتأخر في الرد عليه منذ أن بدأوا المواعدة، وهذه أول مرة. وتذكر أنه قالت له بأن لديها خطط يوم الأحد، لكن دائما يكون هاتفها أمامها. ما هذا الشيء الذي جعلها لا تتفقد هاتفها لأربع ساعات؟ وفكر أنها مع شخص آخر ولم يستطع أن يتحمل ذلك، لهذا قرر أن يلعب القليل من الألعاب. بعدها في الغد عندما جاء للمدرسة، لاحظ أن رونا تتحدث مع ثلاث شباب يعزمونها لتأتي لمشاهدة تمارين كرة القدم، وهو كان يبدو حزين جدا. وأصحابه قاموا بمواساته وقالوا له أن هذه هي الحياة بالنسبة للمهووسين مثلهم. وعندما انتهت المدرسة وعاد للمنزل، جاءته رسالة من رونا قالت له أن يأتي للمحطة الآن، وهو كان يفكر في أنها سوف تطلب الانفصال عنه. وفي الطريق لها كان يفكر أنه لا زال بإمكانه أن يعود إلى ما كان عليه قبل أن يتعرف على رونا، لكن لو كان سوف ينفصلون حقا فهو يتمنى لو قام بفعلها في ذلك الوقت. وعندما وصل والتقى بها، قال أنه يعرف أن علاقتهم كانت قصيرة جدا، لكن هي لم تتركه يكمل كلامه وقالت له انظر إنه غطاء هاتف لوساوسا، وقد كان من الصعب حقا الحصول عليه، إنها نسخة محدودة ولا يمكنك شراء إلا واحدة فقط. وهو قال لها أنه سعيد جدا من أجلها، وقال مع نفسه لقد أحضرتني كل هذه المسافة من أجل هذا. بعدها أخرجت واحد آخر وأعطته له، وهي هدية من أجله. ليقول لها كيف استطعت أن تشتري اثنين ويمكنك شراء واحد فقط، لتقول له أنها طلبت من كول أن تنتظرها في الطابور، وعندما كانوا ينتظرون قاموا باللعب طول الليل، لهذا بطارية هاتفها نفذت قبل أن يفتح المتجر، لهذا لم تستطع أن ترد على رسائلي حتى وصلت للبيت. وهي كانت تفكر أن تشتري واحد جديد، لهذا سوف يكون من الممتع أن يمتلكوا نفس غطاء الهاتف. وهي لم تستطع الانتظار لمفاجأته وأرادت أن تعطيه له بشكل سريع جدا، لكن هو في تلك اللحظة كان في صدمة. هي ظنت أنه لم يعجبها الغطاء وأنه لا يريد أن يكون لديهم نفس الغطاء، واعتذرت من ذلك وقالت له أنها آسفة لأنها لم تعتقد أن ذلك سوف يزعجه. لكن هو في تلك اللحظة كان يفكر في أنه غبي جدا، لأنه كان يظن أنها مع شخص آخر لأنها لم ترد على رسائله، وكان يظن أنها سوف تنفصل عنه والكثير من الأفكار الأخرى، لكن هي في الحقيقة كانت تعاني كثيرا من أجله لتحضر له هذا الغطاء. ليقول لها أنه عندما اختارت فتاة ظريفة مثلها ليكون حبيبها لم يستطع أن يصدق ذلك، وكان واثق أنها سوف تهجرها الآن.
لكن هي فعلت كل ذلك لمفاجأته، وذلك يسعده حقا وشكرها، وهي قالت له أنها لم تكن تعلم أن هذا سوف يسعده لهذه الدرجة. بعدها هي قالت له أن الذكرى الأسبوعية الأولى لهم كانت ناجحة، لكن هو لم يفهم ما الذي تعنيه بالذكرى الأسبوعية، لتقول له أنه مضى أسبوع منذ أن بدأوا يتوعدون. بالرغم من أنها كانت خائفة قبل قليل أن ذلك الغلاف لم يعجبه، بعدها هو حكى لها على أول حب في الإعدادية خاص به، بحيث كان يجلس بجانب بنت وكان يظن أنها تحبه، وعندما اعترف لها صدمته وقالت له أنها تعتبره كصديق مفضل ولا يمكنها الارتباط به، لتقول له رونا أن عليه أن يكون ممتن لذلك، لأنه لو كان لازال يواعد تلك البنت فلم يكن ليطلب من رونا أن يواعدها، ليقول لها هو على أي حال لا يدوم حب الإعدادية طويلا، لترد عليه هي بل العكس، فوالديها كانوا يواعدون بعضهم من الإعدادية وتزوجوا عندما تخرجوا، وهي لطالما أرادت شيء كذلك. بعدها مرت بجانبهم سيارة تويوتا آر سوبرا، وهو قال أنه لم يصنع منها سوى 100 سيارة باللون الأزرق الأفقي، وهي تفاجأت من أنه مطلع على هذه الأمور وسألته كيف تختلف هذه السيارة عن السيارة العادية، ليقولها أن السيارة الرياضية مختلفة كثيرا عن السيارة العادية، لأن السيارة العادية تعطي الأولوية لراحة المقاعد، لكن مع زيادة المساحة الداخلية فإن حجم السيارة يصبح أكبر، مما يجعل من الصعب الوصول إلى سرعة أكبر، وذلك بسبب اصطدامها بالرياح، لكن السيارة الرياضية جيدة لأن هيكلها مصمم لتقليل المقاومة الهواء حتى تتمكن من السير بشكل أسرع، وهي كانت مصدومة من الأمر الذي تراه أمامها، وهو عندما انتهى تفاجأ وقال لها لقد قمت بشيء مهووس، بدأت أترتر بشيء أحبه، والآن لقد اكتشفت عادتي السيئة، واعتذر منها، لكن هي قالت له أنها لم تسمع يتحدث كثيرا هكذا من قبل، لهذا هو اعتذر منها مرة أخرى، لكن هي قالت له أنها كانت منبهرة في الواقع. بعدها قالت له أنه هي ربما تشبه السيارة الرياضية لأنها كانت تتقدم بشكل سريع للأمام، لأنها أرادت أن تصبح مثل أبوها وأمها، لهذا ذهبت بسرعة لكي تصبح بالغة بشكل سريع، لهذا هي تمتلك الكثير من الخبرة، لكن ذلك لا ينجح أبدا، دائما ما تنفصل بمجرد أن تبدأ المواعدة. ولكي تكون صريحة معه، فأمها وأبوها انتهى بهم الأمر بالطلاق، وبالرغم من أنها تحاول أن تحصل على الخبرة الخاصة بالكبار، إلا أنها ما زالت طفلة في صميمها، وهي سيئة جدا في التفكير في الأشياء المعقدة، ليقول لها هو أن السيارة السريعة صنعت لتوصلك إلى المكان الذي تريده بسرعة، وليس ذلك فقط، بل لتكون القيادة بحد ذاتها الشيء ممتع، لهذا هي قررت أن تصبح كالسيارة السريعة تستمتع بكل أيامها، وعندما عادت للمنزل تحدثت مع صديقتها وحكت لها أن كل شيء مر بأفضل طريقة ممكنة، لتقول لها صديقتها أنه لحد الآن لا زالت لا تثق في ريوتو، لتقول لها رونا أنه عندما تكون معه تشعر أنه الصواب وتشعر أنه بإمكانها أن تكون على طبيعتها، لهذا هي تظن أنها سوف تواصل مواعدته لفترة. بعدها في الغد في المدرسة وهم جالسون، جاءت طالبة جديدة والتي هي الأكس الخاصة بريوسو، والتي رفضته في الإعدادية وقالت له أنها تعتبره صديق مقرب، واسمها كوروسي ماريا. لتنتهي الحلقة الثانية من الأنمي.